بسم الله. برنامج فيزيو بيخليني ارسم مخططات سهل جدا انها تتفهم وسهل جدا ان انا اشرح الفكرة بتاعتي. ممكن افضل اكتب حاجات كتير جدا بينما الرسمة ممكن تلخص كل الكلام دوت. تمام. فعلى سبيل المثال اول ما افتح بيجيب لي اشكال كتير جدا، فانا ممكن اختار مثلا بيزك فلو شارت. لو انا عايز فلو شارت على سبيل المثال، مجرد ان انا دوست مرتين بيبدأ يفتح لي الاشكال اهيت دي، الحاجات الخاصة بالفلوت شارت. فمثلا ده هنا مثلا discussion. تمام. عايز مثلا start and end، دي البداية اهي، احط واحدة هنا في البداية واحدة هنا في النهاية. وممكن بقى ابدأ اوصل. تمام. انت اول ما تيجي هنا ممكن تقول له connector من هنا لهنا، تبدأ توصل من هنا لهنا. هنا ممكن تقول له انا همشي من هنا لهنا، وممكن تدي له حل تاني تقول له مثلا لا، ممكن تيجي برضو من هنا لهنا، وهنا تبدأ تقول مثلا وصلني بديت على سبيل المثال. طب لو انا عايز اكتب، هاجي هنا واروح دايس مرتين واكتب بقى اللي انا عايزه. تمام. وهنا اكتب اللي انا عايزه. طيب الكتابة مش باينة وعايز اتحكم في الخط، عادي اجي هنا واقول له مثلا عايز الخط بتاعي يبقى بالشكل دوت. لاحظ ان الشكل نفسه بيبدأ يحتوي الكلام، يعني مجرد ان انا اغير في الكلام يبدأ الشكل نفسه يتغير. تمام. مش بالاسلوب دوت. لو كبرت الشكل اوتوماتيك بيكبر معايا بحيث ان هو يحتوي الكلام والكلام ما يخرجش بره. تمام. اول ما تيجي هنا تدوس مرتين تقدر تكتب اللي انت عايزه، وبرضو الوصلة ديت تقدر تكتب اللي انت عايزه عليها بالشكل دوت، بحيث توضح ان المسار ده مثلا هيبقى مسؤول عن ايه او ده بيوصل لايه. تمام. فزي ما انت شايف الرسمة سهلة جدا وسهلة ان انت تتعدل فيها، وهو بيبقى فاهم ايه دوت، بحيث ان انا مثلا اقدر اغير وصلة فهو اوتوماتيك يبقى عارف ان بيغير بالشكل دوت. لو انا عايز اغير الستايل بتاع كله مرة واحدة، اروح جاي هنا في الديزاين واقول له مثلا انا عايز بالشكل دوت، فيغيرهم لي كلهم حسب اللون دوت وحسب الشكل دوت. تمام. اقدر اجي هنا من انسيرت واقول له انا عايز ادخل صوره بيكتشر، وادخل مثلا اي صوره من هنا وليكن مثلا صوره القلم ديت مثلا. عايز اوضح ان احنا في الاخر عايزين نصنع حتة الحديدة اللي حوالين الاستيكة. تمام. مش هنصنع القلم الرصاص لان ده عايز تكنولوجيا عالية، ولا الاستيكة، نصنع الحديدة اللي حوالين الاستيكة. تمام. زي اول ما بتعلم على الصورة بيجيب لك بقى الخصائص بتاعتها، ان انت ممكن مثلا تغير الكونستراكت بتاعتها. تمام. ممكن تغير شكل الخط نفسه، ممكن تغير لو في كذا صورة خلي اني قبل اني، ممكن تعمل له روتيت تخليه يلف، ممكن تعمل كروب يعني تقطع جزء من الصورة لو انت عايز. طبعا مش هنقطع حتة الاستيكة لان الحديدة اللي حوالين الاستيكة دي مهمة جدا بالنسبة لنا. تمام. تقدر تضيف تكست في اي مكان تشرح فيه الفكرة بتاعتك. دلوقتي ممكن احمل كونتينر واحط الحاجات دي كلها. كونتينر مثل ان هو بيجمع العلامات المتشابهة مع بعض، فبقول له هنا انا عايز كونتينر، واختار بقى الشكل اللي انا عايزه، وليكن مثلا حاجة بالشكل دوت. تمام. ابدأ احط الحاجات كلها فيه اهو. واقول له كل الاشكال ديت هتبقى جوه الكونتينر دوت. هو اوتوماتيك عدل الكونتينر بحيث يبقى يحتوي الحاجات دي. كل ما بتغير الشكل مثلا اضطريت انت تكبر تعدل، بيبدأ يغير شكل بحيث ان هو يحتوي الحاجات العناصر اللي موجودة جواه. تمام. فدي مثل الكونتينر، مجموعة عمليات شبه بقى ليهم اطار ومعروف ان هم كلهم تبع الحاجة ديت. تمام. وبرضو من السنتر تقدر تعمل كول اوت. كول اوت يعني بتشرح حاجة معينة. تمام. يعني في نقطة مش واضحة فبتقول له ان النقطة ديت بتكون من كذا، خلي بالك الكونتينر تعدل اوتوماتيك. ممكن تعمل كونكتور. ممكن الكونكتور هنا مش ملتزم بعنصر اساسي في الاول ولا في الاخر. تمام. لو لقاه موجود خير، مش ملاقوش خلاص برضو بيفضل يرسم عليه. تمام. برضو اقدر اعمل تكست بوكس. تمام. هوريزونتال او فيرتيكال زي ما انت عايز، وتقدر تكتب فيه بالشكل دوت.